لو حصل لي اي مشكله اول حد هطلع رقمه هكلم بوليس النجده جوزي صحابي اللي هما في المكان. لو كنت في دبي هكلم صحابي اللي في دبي، لو كنت هنا هكلم صحابي اللي هنا في مصر. اخويا الصغير دي صاحبي انتيمي خالد عزام، فبروح مكلمها على طول. اخويا مجدي شقيقي تامر اخويا. بسم الله ما شاء الله عائل. اول حاجه اكلمه مراتي حسب نوع المشكله الحقيقه، بس غالبا بيبقى المحامي طبعا. اكلم امي تدعي لي. انا مش حافظه اي نمره، فيعني انا لازم يكون معايا موبايلي، لو مش معايا موبايلي انا هضيع. انجي مراتي طبعا ماي، لان صديقتي كمان اكيد مراتي. عبد الرحمن لا، ناس كتير قوي، ناس كتير جدعان يعني. ما بكلمش حد، بابا ساكت. عمرو اكيد. مامتي او اخويا. ماما وبابا. حسن جوزي. يوسف جوزي. عزه طبعا. لو في الشغل هيبقى مدير الاعمال، لو في الحياه الشخصيه هيبقى اخويا اكيد. اخويا ربو عاطف الصحفي الكبير الاستاذ خالد صلاح.